صلى الله وسلم على النبي قال أمة طبوك سلطانة ولتوي فيها فلان الأدية أمة طبوك سلطانة ولتوي فيها فلان الأدية وحبيبك سنة النبي لتوي فيها فلان الأدية كده كده حاسس ان مش معانا. تعالى عريس، وفين العريس؟ عزيزي تعالى.
نزل مع زينب. طب اللي بيحب الراجل ده سمعني صوت رجاله. طبعا فرح بناس وانتو ارجل وقلع ناس احلى من الاخر اللي جنبه راجل وليته صوت لله وسمعني صوت لله. انا اوريك لقطه بس لقطه 100%. اول ما كتب القلم كتب القلم. طب اللي بخاف من ربنا ونفسه يخش الجنه يقف على الكرسي اللي هو قاعد عليه. ايه حاجه دي؟ على الكرسي. ايه حاجه دي؟ على الكرسي. وقف على الكرسي. خصيمك سنه اللي ما تقف على الكرسي. خصيمك سنه النبي اللي ما ترفع ايدك لفوق. انا على ارفع ايدك فوق ارفع ايدك تبقى رافع. Thank you.